مرحبا بكم في علبة الأدوات لقناتنا. اليوم سوف نرى كيفية ربط كل الحقول الموجودة على النافذة مباشرة بقاعدة البيانات، قاعدة البيانات إبرفايل، وذلك بكبسة زر واحدة. لذلك سوف نذهب إلى متصفح المشاريع، نفتح قاعدة البيانات، ثم نبحث عن الجدول الذي نريد أن نأخذ الحقول منه، ثم نختار الجداول. كيفية الاختيار تكون بالضغط في آل واحد على زر كنترول واختيار طبعا بالفأرة الحقول التي نريد أن نأخذها. يمكن أيضا أن نضغط على شيفت والحقل الأول والحقل الأخير كي نأخذ كل الحقول. الآن سوف أقوم باختيار بعض من هذه الحقول وأضعها مباشرة على النافذة. أقوم بالاختيار إذن، ثم أخذ مباشرة كل الحقول وبالفأرة وأضعها على النافذة. تلاحظون أن ويندوز قد قام بإنشاء كل الحقول اللازمة، حقول التواريخ وحقول حسب حالتها، وتم ربط كل حقل بقاعدة البيانات بالمعلومة الخاصة به مباشرة. هذه الطريقة تساعدنا على ربح الوقت في طبعا في تطوير النوافذ، وتسمح لنا أيضا بعدم القيام بأخطاء في الربط مع قاعدة البيانات. هذا كل ما كنت أود أن أخبركم به في هذا الفيديو. أشكركم، لا تنسوا الاشتراك في القناة، وأقول لكم إلى موعد آخر.